فقرة الدايمن بقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معاكم محمد حسام من قناة زيتوب، ورجعت لكم بفيديو جديد يا ربي يعجبكم بإذن الله. وما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا النهارده ان شاء الله هنلعب لعبه ماينكرافت. طبعا انا نزلت فيديو قبل كده عن اللعبه دي، والنهارده ان شاء الله هنفجر اكبر 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 كميه من التنت اللي هو القنابل المنفجره. هتوريكم الشكل، وزي ما انتم شايفين الحجم كبير، وهنفجره وهنشوف هيعمل ايه. طبعا اللي هناك اللي هو من ناحيه اللي هناك، ثانيه، من ناحية اللي هناك ده بيتي. طبعا انا في سيرفر تاني، ولكن انا ان شاء الله عنوان بتاعنا ازاي هنفجر التنت ده. طبعا اشكركم على الفيديوهات اللي فاتت، واشكركم على وصول القناة لاكتر من 123 مشترك. طبعا الفيديو اللي فات كنا 109 وبقينا 123 مشترك، ويا رب ان شاء الله نوصل للـ200 ونكتر للـ1000 ومضاعفات بتاعت الـ1000. دلوقتي يا جماعة هنبدأ بقى من الشغل بتاعنا، هنبدا بقى نحط الدايموند وهنظبط فيه، ويلا بينا نبدا، مش هطول عليكم. دي واحده هنا وواحده هنا، كمان نقوم عاملين كده، وهنبدا نشوف ايه اللي هيحصل. يا جماعه هرجع لكم بعد ما اخلص بنايه، وبقى رجعت لكم بعد ما اتبنى هبدا احط الدايموند. وخلي الزرار عندي هنا، ويلا بينا جاهزين كده مستعدين. هبدا بس اجيب الشمعه بتاعتي واقوم حاططها. اصبر ثانية، خلينا نحطها هنا، نشرب ثانية. هقوم هتراجع مراجع كل حاجة، نقوم اعمل دي كده، اقوم كاسر وحاطط الشمعة. ماشي خلاص، انا هحط شمعة، وهنا من بعدها شمعة. يلا مستعدين طبعا، احنا منور الانفجار. ابدأ ايه، طب ثانية، هيبدأ دلوقتي انفجار، وان اللعبة بدأت تعلق زي ما انتم شايفين. اكبر انفجار، اوه انفجرت الدايموند كلها. اوف اوف اوف، بدأ الانفجار، اللعبة بتعلق يا جماعة، وش بدأت الانفجارات. ارجع 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 انفجار، انا بتهيألي قربت من انفجار. طبعا زي ما انتم شايفين الانفجار جامد قوي، قاعد بيفجر ومبيسيبش حاجة. ده حاجة روعة جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا قاعد بيدمر في المنطقة، انا هرجع. وزي ما انتم شايفين بيفجر بيفجر. صراحة بتاعت التنت دي قوية جدا. طبعا الفيديو ده انا كان نفسي اعمله من زمان جدا، بس الحمد لله قدرت اعمله. وزي ما انتم شايفين خلص الانفجار وبدأ تاني. تعالوا نشوف اللي حصل. فجر المنطقة كلها. انا اكتر استخدمت اكتر من كتير كتير، يعني انا مش عارف كم واحدة، بس كتير استخدمت التنت ده. بس بصوا زي ما انتم شايفين فجر لي المنطقة كلها. يعني انا لما عاوز افجر واحدة، ونفترض يعني مثلا هحط هنا اثنين مثلا ثلاثة، هقدر اصفي الارض. وطالما واحدة بتشيط في واحدة يبقى كلهم بيفيدوا. انا هحط واحدة كمان وهشوف ايه اللي هيحصل. ثانية يا جماعة، ما حصلش حاجة. من واحدة كده تبدأ تنفجر، هيبدأ ما اول لما تنفجر هتنفجر في الباقي. زي ما انتم شايفين هتنضرب وهتبقى زي ما انتم شايفين. يعني انا لو عايز اعمل اصلا نفق سري، بدل ما افضل احفر واحفر، يعني انا دلوقتي هموت ده بالتنت وهنشوف اللي هيحصل.
هبدأ احط المنطقة تنت خالص. ممكن اساعد واجيب بيضة اللي هو الزومبي وابدأ احط. بس انا ممكن اوسع في المكان واقوم حاطط هنا تزعلوش من اللي يحصل لكم لانكم هتموتوا يا زومبي. بس الصراحة مش قادرين فهكتر انا كتير. وبعدين هبدأ احط التنت، هبدأ امليه في المناطق المحيطة واقوم اقفل عليهم دي. اكتر واجرب ايه اللي هيحصل فيهم، مش عارف هيموتوا ولا هيفضلوا صحيين، هنعرف في الاوقات الجاية لما نبدأ انفجار. انا هحط اهو اول واحدة، طبعا مش هتنفجر لاني لسه ما حطيتش. هبدأ احط تبدأ تنفجر وهنشوف اللي هيحصل. انفجرت وبدأت تنفجر تنفجر ودمروا وماتوا، حتى المستوى بتاعهم ما بقاش عالي. بلعب معاكم وطبعا الحمد لله مستمتع معاكم بالفيديو الرائع ده. طبعا يا جماعة انا كده خلاص وقت الفيديو انتهى، ولكن لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتنسوش تعملوا سبسكرايب. عايزين يا جماعة نوصل القناة لأكثر من 200 مشترك، واكتبوا لنا في التعليقات ايه الحاجات الفيديوهات الجاية اللي انتوا عايزين تزعوها، مثلا اي فيديو انتوا في دماغكم عايزين تزعوه طبعا قولوا في التعليقات، وانا ان شاء الله هعمل الفيديو ده، هنفذ الفيديو ده. كده يكون الفيديو انتهى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس ليصل كل ما هو جديد. يا جماعة اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، استغفر واتوب اليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.